أنا مسافر أي في سيارة وأقرأ القرآن، جاء عندي آية السجدة، هل أتجه القبلة ولا على حسب اتجاهي؟ أقول أنت قائد السيارة؟ أنا قائد سيارة وراكب. إن كنت راكبا فاسجد التلاوة. نعم. قومي برأسك حيث كان وجهك. حيث كان وجهي. سواء للقبلة أو غير القبلة. وإن كنت أنت الذي تقود السيارة. نعم. فلا تسجد. لا أسجد. لأن هذا يشغلك، إلا إذا لبقت ووقفت هذا لا بأس. جزاك الله خير.